لدي فتور في حفظ القرآن، أريد نصيحتكم. النصيحة أن الإنسان يعني يفكر ماذا له عند الله تبارك وتعالى، يعني إذا حفظت القرآن ماذا لك عند الله؟ لو لم يكن إلا حديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني تحفظها كما قال أهل العلم، يعني رقيك عند الله تبارك وتعالى في الدرجات على حفظك لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن منا لا يريد أن يرتقي عند الله جل وعلا، فالإنسان يحرص حقيقة على حفظ القرآن ومراجعته حتى ينال الدرجات العلى عند الله جل في علاه.